المفروض الريادة المثقفين قيادة المدينة والرأي لهم. المشكلة أنه المثقف ما له أي دور بالقيادة، والجهات الخارجية ما همها أنه مستوى ثقافي أو شيء أو من هذا المؤمن، همها مردود مادي، مصالحها خاصة أو جهة خاصة خارج أقوى من الواقع الموجود عندنا. هاي مشكلتنا. لازم وقفة جماهيرية، ترشيح صائب للممثلين مجلس محافظة أو غيره، صياغة صحيحة للقوانين، كان لازم هالشكل تبدي. أتمنى أنه إذا أكو تدخلات إيجابية، يعني لكي ينهض بواقع هذه المدينة الجريحة التي عانت ما عانت من ويل وويلات الحروب والإرهاب. نريد أحد يتدخل يعني بصفة إيجابية، يدخل لنا المشاريع، يتدخل بالتعليم، يتدخل بالمستشفيات. المفروض اللي يريد يبدي المحافظة أن يكون من داخل الموصل، وعندنا ما شاء الله قامات أكفاء، يعني رجال عرفت بالمهنية. ما نقبل أي يعني مصدر خارجي أنه يتدخل بمحافظتنا الحبيبة العزيزة الموصل الحدباء. إذا أكو تعاون، المفروض يكون أكو تعاون وتماسك للنهوض بواقع المدينة، حتى لا أحد يتدخل. يعني نحن مكة أعلم بشعابها وأدرى بشعابها. هذا شيء ما يعني ما يرضى عليه مدينة الموصل ولا أهل الموصل يعني يقبلوها، لأن يعني مدينة الموصل يعني مدينة تقريبا صار لها كذا سنة، يعني نقول يعني آلاف السنين، يعني عمره تاريخي. فهذا ما يجوز يعني أنه شغلات جهات يعني خارج مدينة الموصل يعني يجون يفرضون رأيهم على مدينة الموصل. مدينة الموصل لازم يتكاتفون، يعني يتكاتفون مدينة الموصل يعني من مواطنين من كذا، يتكاتفون في سبيل يعني لا حد يقول يدخل في مدينة الموصل، ما حد يدخل، ما حد يفرض رأيه على مدينة الموصل.